كسر الباب كسر. ايش سوى لما تفتح البوس عليه؟ وبعد لو ادري ان انت اللي واقف عند الباب ما فتح. لو والله تفكر انك انت يعني مخيف وين؟ ليش ما ترد على جوالك؟ نايم نايم يا بدويش، توني صاحي من النوم. 60 مكالمة. انا مبرر، ليش ما ترد على جوالك؟ مبرر. ليه؟ ليش ما ترد على جوالك؟ ليه؟ اقول لك توني صاحي من النوم، اتروش وابدل وعيم من الله خير. قالك جوال اتصل، ليش ما ترد؟ بدويش يدق عليك ترد، مفهوم ولا ليه؟ لا مو مفهوم. مفهوم؟ لا 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 فيك على الاقاري. مفهوم. ابرد ما عندي اياها، ما عندي. لاكس احرم عندك ابرد ما عندي. المهم هذا الكلام اللي وصل لك، وكن في علمك ترى حركاتك اللي مسويها مكشوفه. زين امر شو اللي تابعات فكنا. احنا عند ابو علي ايه، ولد عم الرابع ايه؟ عندهم زواج ولد ولدي ايه، فاحنا نبي لبشوت. نبي لبشوت وانت لك يومين ارتاح عادي، ما نبيك. تبون لبشوت؟ نبي لبشوت. ايه نبي لبشوت حق زواج ولد عم ابو علي. اي نعم. ايه والله بعد تدري والله كافو يا بدويش. ايه والله راعي واجب والله. ما الكريم الكرامه. ايه والله كريم الكرامه. ايه والله كريم الكرامه. يبقى الواحد لازم التوجيب. ايه يعني زواج ولد عم ابو علي. ولد عم ويشباه لبرت مناسي. ايه يشباه ابو علي. ايه وانتم بتروحون لابسين لبشوت. ايه بنروح لابسين لبشوت. لا والله كافو يا بدويش. إيه راعي واجب والله يا بدويش. ما شاء الله عليك. ومتى الزواج ان شاء الله؟ الزواج بعد كذا تقريبا 3 ايام. بعد 3 ايام؟ 3 ايام. وجاي ماخذ لبشوت من الحين؟ بوديهم اكويهم. بغسيلي. توديهم تكويهم. إيه؟ لا خلاص انا اكويهم واجيبهم لكم بعد 3 ايام. ليه؟ بتحرك علينا السالفه انت يبا تجيبهم الحين. نبيهم الحين لبشوت. بدويش بلا كذب، قل لي ايش السالفه؟ عندنا عرس. ايش السالفه بدويش؟ ايش اسمه؟ عرس. عندنا عرس يبا ايش فيك؟ اللي بالمغسله عندنا نسوي زي العرض هم. خاصم 4 تاريل على كل بيش. ايه؟ لي خاصم. مسوي خاصم. قالوا اذا ما جبتهم الحين بالذات الحين. ايه. لا تجيني وبرقعة وجهي. المغسله قالوا لك. المغسله قال لي. ايه. وقلت انا برا الامري الحين بسلم عليه وباخذ من لبشوت. وما بيجي ليش جاي. خلاص ابشر واجيب لك. لبشوت واجيب. ابشر يا بدويش. جيبهم ولا تيجي. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي. هذا لبشوت. زين تسلم. اجي وياك؟ لا 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 بس تيجي لا تيجي. ايه؟ لا تيجي بس احنا بنروح عندي شغل. يلا يلا. يلا حبيبي حياك الله يا بدويش، شرفنا يا بدويش. يا امان الله. اجي وياك بدويش؟ لا 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 تيجي. بدويش تعال بجي وياك تعال. حبيبي هلا والله. هلا. هلا حبيبي هلا هلا والله. شيك مو بمواخذ البشوت وتوديهم من المقصلة. فتفتحتوا مقصلة في المزرعة ها؟ تعال ودويش تخلنا نهاية تخليبها. شو البلوة؟ شو البلوة اللي بتيك فيها انا؟ هاي بلوة يا بدويش. بكيني احنا من التجرة بكيني. اخ بيسخ يلا نكي فكيني من طجران. فكيني من طجران. شوف الطجران الحين بيجيب بتر علي بيشاني. السلام عليكم. مساعدين يا شباب. مساعدين على القوة على القوة على القوة. ما شاء الله ما شاء الله. أول مرة في حياتي أدخل وأشوف المزرعة نظيفة. ما شاء الله تبارك الله. النظافة من الإيمان. النظافة من الإيمان. قلت له شاي ايش فيكم يا شباب؟ الحين تقول تعبان ولا بطالع من البيت مجايبك؟ الحمد لله طيب يا اخوي حماده. زين ولا عز بس الا اليوم مبين على وجهك مطبت الحين. مبين على وجهك مطب. رحمتكم. لا لا طيب 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 وجهك مصفر. لا لا طيب قلت لك شيء ولا لقيني طيب الله يطيب. هلا حبيبي هلا والله.
عندنا ضيوف اليوم، ليش السالفة؟ شوف نظافة ترتيب. شو اسمه؟ ايش فيكم يا جماعة؟ اي ايش فيكم يا جماعة؟ شاي يا جماعة الخير؟ ابو علي توفى. ودوا من المطبخ. راح المطبخ، راح خلاص راح المطبخ. شوف مرضي. مرضي. اقعد بيتكم. ايه. جاي لي دكتور. ايه. انا عارف دكتور ما تدري. ايه ايش قال؟ قل على الدكتور انه انا عارفه. انت مرتاح اليوم. سألت عليه. بس اليوم وبكره البنات طب تطلع. ايش قال لك الدكتور؟ الدكتور انت مريض يا صديقنا. ايه ايه. صديقنا مريض. ايه ايه. ايه ايه. اعطاهم نجمة. دقيقة. عارف انا ايه قال لي انا مريضي اليوم تعبان ما يطلع من بيته. ايه هذا الدكتور قال لك كذا. ايه قلت له انا وجهه مصافر. كذا بالدكتور وجهك مصافر. قلت له انا وجهك مصافر. ايه وجهك مصافر فاليوم اليوم ما يطلع لنا وجهه مصافر. ايه باين عليك تعب. ريح اليوم. ودي ودي ودا شخص تقدر تسوق؟ تقدر تسوق ولا؟ ايه اقدر اسوق اقدر اقدر اسوق يا اقدر اقدر. بس خلنا اروح اشرب مي وامشي. لا 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 شو اسمه؟ جيب له مي جيب له مي جيب له مي. انت اذا تقدر تسوق روح على سلمي. خلاص ورا بس خلنا نصلي نصلي. جيب لك سجاده في اي مكان صلي عادي. ايه ما لازم اي مغسله وديها. شو اسمه المغسله مو بهنا وقت المغسله. ايش عليك هذه المغسله؟ امسك ماي هذا ماي. ايه ايه صدق. ايه قلت لك وادي المغسله. المغسله يم بيتنا يم بيتنا. ايه وادي المغسله البشوت وادي المغسله. خرفان؟ وادي المغسله وادي المغسله. خرفان يبا الخروف خروف خروف. ايه خرفان ما يفهمونه الله يسلمك. يقول لك يبا الخروف خروف خروف اي خروف خروف. لا يقول لك وين يودي الخروف؟ جيبها 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 الخروف جيبها دخل الخروف. نسيت ما جبت لي شموع بعد. شموع ما جبت نسيت. كل واحد عنده شموع كل واحد عنده شموع. نسيت والله ما شريت. مش عندي والله. يا الله ما يمك ما بشتي شموع وجهك مصافر الله يسلمك. لازم تريح اليوم. يا جماعة الخير خلنا ريحكم. الله يسلمك. خلنا ريحكم. الله يحفظك والله ما تكسر. ودنا احنا ذاكر بيوم بعد عمري دقيقة. دقيقة دقيقة دقيقة. دقيقة ترى انا عرفت الموضوع كامل يعني ما في ما في ما عاد في مفاجأة. عارف انه مسوين حفلة حق التوقيع. سوينا حفلة ما سوينا. ايه. مسوينا وصل خروف. وصل خروف ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شغل الطجمة الطجمة يا انا نجمة دخلهم داخل يلا 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 دخلهم داخل تركت المفاجأة تركت تشوف الحفلة تشوف الواحد يشرب مفاجأة يسوي لك ذا ايش فيك يا اخوي وراح داخل بس شو صدرك بس حفله يفاجئك احنا قاعدين نخطط قبل اسبوع كل يوم نجتمع تخططون على حفله التوثيق من اسبوع والتوثيق ما جل امس العصر حل 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 كلش مرحله ايش دورك عن الحفله ايش دورك عن الحفله بنسويها بدويش قال لي الخير خلاص خلاص يا جماعة الخير عندي الحل أنا عندي الحل خلاص عندي الحل يا جماعة عندي الحل يا جماعة عندي الحل الحال إن أنا بسوي نفسي ما شفت شيء نفسي. وبدخل من جديد الحين بدخل من جديد شوف جرب جرب معي السلام عليكم يا شباب كيف الحال طيبين شندكم اليوم شغل مسخرة مسخرة ايش عندكم راح البيت ريح لما تقول